السلام عليكم. النهاردة هنشرح سكشن ماشين تول سبندل بالتحديد الاريا مومنت ميثود. زي ما اخدته في المحاضرة ان في اكتر من طريقة لحساب او عشان اعمل ديزاين للستاتيك ديزاين للسبندل في الحالة الاستاتيك. في طريقة اخدتوها السكشن اللي فات وهي بالسبندل ستيفنس. دي كانت طريقة للسبندل ستيفنس بستخدمها في حالة ان انا عندي يونيفورم كروس سكشن سبندل. الطريقة التانية وهي الاريا مومنت ميثود بستخدمها في حالة ان انا عندي ستيب كروس سكشن سبندل، يعني سبندل لو حبيت ارسم الاستراكشر بتاعه هتلاقيه مثلا كده، وبعدين الستيب اللي بعدها كده، وبعدين الستيب اللي بعدها كده، وبعدين مثلا كبر شويه، فهتلاقيه ده اسمه ستيبد سبندل. فبستخدم له لو انا عايزه اعمل له ديزاين في حاله الاستاتيك، فبعمل الديزاين ده بالاريا مومنت ميثود. طيب دول الطريقتين اللي موجودين. احنا النهارده هنشرح الاريا مومنت ميثود. طبعا كلنا عارفين إن أهمية السبندل واستخداماته وكل الحاجات اللي إحنا محتاجين نعرفها عنه عرفتوها في المحاضرة. إحنا هنوضح النهاردة الطريقة التانية اللي هي طريقة الأريا مومنت ميثود. الطريقة دي بسيطة جدا، أصعب حاجة فيها هي الحسابات، حساباتها هي اللي صعبة، لكن كطريقة وكفهم هي بسيطة جدا، مجرد خطوات سيستماتيك بتعملها وخلاص. طيب جاية منين فكرة الاريا ميثود؟ الاريا مومنت ميثود جاية من مادة الاستراكشر اللي انتوا اخدتوها في سنة أولى، وجاية من الميكانيكا والاستاتيكا اللي انتوا كنتوا بتاخدوها زمان في ثانوي. فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا بتعامل مع السبندل على انه بيم، بتعامل معاه كانه بيم، كانه سامبل بيم، وابدا اوضح له او اجيب له الديفليكشن كيرف او بسميه الاستيك كيرف، وبعدها بجيب له المومنت دايجرام او الاريا مومنت دايجرام، باني بقسم على الاي في اي، فبجيب الاريا مومنت دايجرام، ومنهم اقدر اعمل شويه حسابات فاعرف اقصى ديفليكشن بيوصل له البيم ده ايه، اللي هو في الاصل احنا عارفين ان هو السبندل، فبقدر اعرف الديفليكشن اللي في السبندل ده مقداره قد ايه، وده اهم حاجه انا محتاجه اعرفها وانا بعمل ديزاين. يبقى ده الستبس اللي احنا محتاجين نعرفه. انا اللي كل اللي انا بعمله الستبس اللي انا محتاجه اعملها ايه؟ هلاقي ان انا عشان اعمل استخدم طريقه الاريا مومنت ميثود في ستبس معينه. اول حاجه ان انا هحول السبندل اللي عندي لسامبل بيم، هتعامل معاه كانه سامبل بيم وبسطه على قد ما اقدر، مهما كان الشكل معقد انا هرسمه بشكل مبسط جدا. وبعدين هبدا احسب الرياكشن عند نقاط التثبيت، ثم ارسم الالاستيك كيرف اللي هو زي ما قلنا اللي هو الديفريكشن كيرف اللي انتوا خدتوه قبل كده، وبرسم بعدها خط تانجنت للالاستيك كيرف. هوضح لكم برسمه منين بالظبط وبرسمه ازاي، وبيكون من نقطه الستارتد بوينت اللي انا بحددها بعد كده او اللي انا بحددها من الاول. طيب وببدا احسب المومنت عند كل سيكشن، سواء كانت عند كل سيكشن. كل سيكشن زي ايه؟ سيكشن حصل عنده ظهر عندي فيه فورس او تغير فيه الكروس سيكشن، فبيهمني ان انا احسب المومنت عند نقاط التغيير، سواء كانت نقاط التغيير دي فورس موجوده او كروس سيكشن اتغير. وبرسم البندنج مومنت دايجرام اللي هو بقسم على الاي في اي علشان اطلع الاريا مومنت، وبعدين بقسم الاريا دي اللي هي في المومنت في الاريا مومنت دايجرام دي بقسمها لاشكال مبسطه اقدر اتعامل معاها، يعني بقسمها اما لمستطيلات او لمثلثات او لمربعات، بقسمها اما مستطيل او مثلث او مربع، يعني بقسمها لاريا لمساحات اقدر احسب لها الاريا بتاعتها، ابقى حافظه الاريا بتاعتها فاقدر احسبها لها، واقدر كمان احسب لها السنترويد اللي هو السنتر اوف جرافيتي اللي هوضحه لكم كمان شويه.
وبعد كده ببدأ أحسب المومنت عند كل area، وبقدر أطلع الديفليكشن زي ما هنوضح برضو كمان شوية. طيب زي ما قلت لكم إن أنا لما بقسم الأريا، عندي لمساحات أنا عارفاها، فأنا يهمني المساحات دي إن هي هتكون يا إما مربع يا إما مستطيل يا إما مثلث مثلا، دي الأريا اللي أنا هقسمها. طيب لما أنا هقسمها لو مثلث أنا عارفة مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، لو هو مستطيل يبقى الطول في العرض، لو هو مربع يبقى طول الضلع تربيع. دي لو أنا بقسمها للأريات أنا عارفاها. طب دي أول نقطة أنا محتاجة أقسم لأريات أنا عارفاها. تاني نقطة محتاجة أعرف السنتر اوف جرافيتي ليه محتاجاه، عشان هقول لكم القانون اللي احنا هنشتغل بيه، محتاجة استخدمه في الحسابات زي ما واضح برضو في المحاضرات. طيب محتاجة اعرف السنتر اوف جرافيتي. لو انا شغالة بمثلث كان في قوانين للسنتر اوف جرافيتي انتوا اخدتوها قبل كده، هراجع لكم عليها، احنا يهمني اعرف القانون على طول اللي انا هستخدمه. لو انا عايزة اجيب السنتر اوف جرافيتي بتاع مثلث، هلاقي ان السنتر اوف جرافيتي مثلا مكانه هنا، فبعده عن الارتفاع هيكون مسافة بي على 4، لو دي كلها بي تبقى دي بي على 3 اقصد، يبقى المسافة دي بي على 3، من الناحية دي هتبقى اتش على 3، أنا اللي يهمني المسافة دي اللي هي بي على 3، وأبقى عارفة إن بي على 3 من الناحية دي. طب لو من الناحية دي تبقى 2 بي على 3. طيب لو هو مستطيل يبقى أبقى عارفة إن أنا لما حاجة ياخد عايزة أجيب السنترويد بتاعه، يبقى المسافة يبقى نص المسافة دي اللي هي بي على 2، أنا يهمني برضو المسافة الأفقية ما تهمنيش المسافة الرأسية. طيب وبعدين محتاجة أعرف إيه كمان؟ محتاجة أعرف معلومة نفتكر سوا المومنت أوف إنيرشيا، الآي. الآي ده أنا كنت بجيبه إزاي؟ لو أنا شغالة بريكتانجل كنا بقول إن الآي هي بي في اتش تكعيب على 12، لو أنا شغالة بسكوير كنت بقول إن هي A أس 4 على 12، لو أنا شغالة بسيركل كنت بقول إن الآي بتاعتي باي على 64 في الدايمتر أس 4. طب لو شغال بهولو سلندريكل كنت بقول ان الاي بتاعتي باي على 4 باي على 64 في الدايمتر الاوتر اس 4 ناقص الدايمتر الانر اس 4. دولت محتاجين نعرفهم وموجودين عندكم في المحاضره ومهمين انكم تعرفوه. طيب دي اغلب المعلومات اللي انا محتاجه افهمها. طيب انا عرفت المعلومات الرئيسيه اللي انا محتاجه اعرفها، تعالوا بقى نرجع هو انا ازاي هستخدم طريقه الاريا مومنت ميثود. الطريقة بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انا محتاجة، الطريقة دي مبنية على ان انا اعرف قيمة دلتا. ايه قيمة دلتا دي؟ دلتا دي بتمثل الديفليكشن بس في نقاط محددة. انا محتاجة ايه قيمة اسمها دلتا، وقيمة دلتا دي هي عبارة عن ايه؟ الدلتا دي هي عبارة عن الاريا في الاكس. الاريا هي الاريا بتاعت الشكل اللي انا بسطته، الاريا بتاعت كل جزء انا بسطته، مضروبة في الاكس، الاكس اللي هي السنترويد بتاع الشكل اللي انا بسطته، يبقى هي مجموعهم. شوف انا واخدة عايزة اجيب الدلتا دي فين، فهعدي على كام اريا وعلى كام سنترويد. طيب تعالى برضو نشوف هنوضحها بشكل احسن شوية، برضو كل ده هيوضح في المسائل. لو انا عندي سيمبل بيم بالمنظر ده، البيم دي هي اصلا السبندل. طيب انا عندي سيمبل بيم وده شكل الديفليكشن كيرف او الالاستيك كيرف، وده شكل الديفليكشن اللي حصل في البيم. البيم دي متعرضه لفورس قيمتها بي في الاتجاه ده، فهيبقى عندي ديفليكشن، واقصى ديفليكشن هيكون موجود عند نفس تاثير نقطه البيم، ودي النقط نقاط تثبيت هيبقى عندهم رياكشن بما انهم نقاط تثبيت، فما فيش عندي ديفليكشن عندهم بصفر. طيب بما ان انا جايه هنا فانا بقول انا عندي قيمه دلتا، قيمه دلتا دي اللي هي كام؟ قيمه دلتا اللي انا اقدر احسبها، فاكرين لما جينا نوضح الخطوات اللي انا محتاجاها علشان اجيب الاريا مومنت، عشان استخدم الاريا مومنت ميثود، قلنا اول حاجه برسم ببسط، اول حاجه قلناها ان انا ببسط الشكل بتاعي اللي بيم بسيطه، وبعدين برسم الديفليكشن كيرف، والخطوه اللي بعدها قلت ان انا برسم الخط مماس للديفليكشن كيرف او مماس للالاستيك كيرف من عند اي نقطه، بس بتكون هي دي نقطه الستارتنج بوينت بتاعتي، سواء انا خدتها من الناحيه دي او خدتها من الناحيه دي،
فانا افترضت ان دي نقطه الستارتنج بوينت بتاعتي، فرسمت خط مماس للكيرف ده، رسمت له مماس. طيب ما بين المسافه اللي ما بين المماس وما بين الالاستيك كيرف بتطلع لي لو خدت المسافه دي اللي هي دي، انا مسميها دلتا 2، المسافه دي هي دي الدلتا اللي انا اقدر احسبها بالقانون ده. طيب لو واحده واحده جينا قلنا ان انا رسمت الالاستيك كيرف وبعدين جيت رسمت الاريا مومنت دايجرام وطلع لي بالشكل ده، فانا قسمته لمساحتين مثلثين عشان اقدر استخدمه بطريقه مبسطه، وانا قلت ان انا هبدا من النقطه دي وهرسم المماس هنا. طيب رسمت المماس وهبدا بالنقطه دي، يبقى انا كده عندي، انا لما هشتغل يبقى انا هشتغل في الاتجاه ده. ليه؟ اصلا انا نقطه الستارت بوينت بتاعتي هنا. يبقى انا كده اول حاجه عرفتها او اول خطوه انا عملتها، البيم المساله انا بسطتها لسلب البيم ورسمت الفورسز بتاعتي والاتجاهات والرياكشنز جبتها، وجيت رسمت الالاستيك كيرف او الديفليكشن كيرف، وجيت رسمت مماس من نقطه ستارتنج بوينت انا اخدتها الناحيه دي. ممكن مساله تانية تلاقيني اخدتها الناحيه دي، انا باخد المماس قريب من نقطه الماكسيمم ديفليكشن، دي نقطة الماكسيمم ديفليكشن عشان هي الفورس اصلا مقصرة هنا، فهيبقى اقصى ديفليكشن عندها. طيب ورسمت المماس ورسمت البندنج مومنت دايجرام او الاريا مومنت دايجرام، رسمته ازاي؟ نقاط التثبيت عندها المومنت بزيرو، هنا ما عنديش الا فورس واحدة، فالفورس دي هيبقى عندها مومنت، حاجة اجيب بالمحصلة دي المومنت عند النقطة دي، يا اما هجيبه من الناحية دي يا اما هجيبه من الناحية دي، فأيا كان طلعت لي قيمة المومنت اهي. وقسمت على اي في اي عشان اقول لك ان ده هيبقى اريا مومنت دايجرام عشان استخدمه على طول بعد كده. طيب وجيت المساحه دي رحت مقسماها لمساحتين انا عارفاهم، مساحتين مثلث. طيب انا هدفي اوصل لايه؟ هدفي ان انا اجيب نقطه الواي دي، هدفي ان انا اجيب ارتفاع الواي ده، هو ده الديفليكشن اللي انا عايز اعرفه. مش هينفع اجيبه على طول، محتاجه الطريقه اللي هي الاريا مومنت ماسود دي اللي انا هجيب بيها. طيب فهعمل ايه؟ هروح جاية رسمت المماس هنا، هعرف لك المسافة دي اللي هي من عند الإلاستيك كيرف لحد المماس سميتها دلتا 2، فالمسافة دي أنا جبتها وسميتها دلتا 2. طيب المسافة دلتا 2 دي أنا لو عايزة أجيبها هجيبها إزاي؟ أنا لو عايزة أجيبها هجيبها إزاي؟ المسافة اللي قيمتها دلتا 2 دي هجيبها إزاي؟ هاجي اقول لك ان الدلتا عندي قيمه سميتها دلتا 2، وعندي قيمه سميتها دلتا 3، وعندي قيمه سميتها الدلتا 1، وانا قلت ان انا ماشيه في الاتجاه ده بما ان خليت دي نقطه الستارتنج بوينت، فانا اول حاجه هجيبها الدلتا 1، مش شرط الترتيب، ممكن اجيب دلتا 2 وبعدين دلتا 1 على حسب. فانا حاجه اجيب دلتا 1، حاجه اجيب دلتا 1 يعني انا بقول لك ادرس لي عند النقطه دي، يعني ادرس عند النقطه دي، ادرس عند النقطة دي، وأنا بادئة من هنا يبقى أنا هعدي على كل الحاجات اللي موجودة اللي أنا هعدي عليها دي، يبقى أنا كل دولت هعدي عليهم، يعني أنا كل إيريا من دي هعدي عليها بما إن أنا بدرس عند النقطة دي. طيب فأنا جاية بقول لك قيمة الدلتا، هجيب الدلتا اللي هي قيمتها دلتا 1، فدلتا 1 دي قلنا بتساوي إيه؟ بتساوي إيريا في نقطة اللي هي إيه في إكس، اللي هي دي إيه في إكس، الإيريا في السنترويد. يبقى الاريا في السنترويد، بس انا هعدي على كام اريا هنا؟ انا هعدي على 2 اريا، يبقى هعدي على 2 اريا و2 سنترويد. طيب يبقى اجي اجيب لك الاريا الاولانيه دي اللي هي عباره عن ايه؟ طيب يبقى الاريا الاولانيه دي اللي هي نص القاعده في الارتفاع في السنترويد، السنترويد بتاعي اللي هو المسافه دي على 3، بس المسافه دي على 3 وبس كده؟ لا، المسافه دي على 3 بس انا بدرس عند النقطه دي، يبقى المسافة دي على 3 اللي انا قلت المسافة دي كلها بي، او المسافة دي كلها ايه، فتبقى ايه على 3 زائد المسافة دي كلها زائد البي زائد الاريا 1 اللي هي عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع في السنترويد، السنترويد بتاعي هنا اللي هي المسافة دي اللي هي المسافة بي على 3، بس انا مش عايزة من الناحية دي، انا عايزة من الناحية دي، يبقى اللي هي 2 بي على 3. هوضحها لكم برضو في مسألة.
طيب كده انا جبت الدلتا، كده انا جبت الدلتا واحد. طب اجي اجيب الدلتا، الدلتا اتنين، عايزه اجيب الدلتا اتنين. الدلتا اتنين عباره عن ايه؟ الدلتا واحد دي هي المسافه اللي ما بين الالاستيك كيرف والمماس. الدلتا اتنين المسافه ما بين الالاستيك كيرف والمماس. تعالى اجيب الدلتا اتنين. الدلتا اتنين عباره عن ايه؟ الدلتا اتنين دي عند الخط ده، يعني انا بدرس هنا، يعني انا المره دي، يعني انا المره دي بدرس عند النقطه دي. طيب يبقى انا معديه، وانا بادئه من الستارت بتاعي من هنا، يبقى انا معديه على اريا واحده اللي هي اريا 2 دي، يعني نص القاعده في الارتفاع. في نقطه السنترويد اللي هي بما ان انا بدرس بالنقطه دي، يبقى هي الاي على 3 على طول. كده جبت، كده جبت دلتا 1 وجبت دلتا 2. طب انا عايزه اجيب ايه؟ انا كل ده عايزه اجيب الواي اصلا. فاجيب الواي ازاي؟ هاتيلي بقى الواي، انا دي عندي واي 1 وعندي واي 2، عايزه اجيب واي 3. ليه؟ من حساب المثلثات، هجيبها من تشابه المثلثات. هجيبها ازاي؟ من تشابه المثلثات. تشابه المثلثات، هشابه المثلث ده، هشابه المثلث ده اهو دوت كبير مع المثلث الصغير ده. هقول ايه؟ هقول دلتا 1 على ال ال كلها هتساوي ايه؟ هتساوي الواي 3 كلها على المسافة ايه؟ يبقى لو حبيت اكتبها هقول ايه؟ هقول دلتا 1 على ال ال هتساوي، هتساوي الدلتا 3 على ال A. الدلتا 1 انا جبتها، ال L عندي، ال A عندي، اجيب الدلتا 3. طب جبت الدلتا 3، هي الدلتا 3 اصلا قيمتها كام؟ من الرسمة، مش الدلتا 3 دي هي ال Y زائد، هي ال Y زائد الدلتا 2؟ والدلتا 2 عندي، يبقى أنا كده قدرت أجيب الواي اللي هي دلتا 3 ناقص الدلتا 2، كده أنا جبت الواي. دي فكرة الأريا مومنت، دي فكرة الأريا مومنت ميثود اللي مستخدمة، دي الفكرة بتاعتها. الكلام ده كله أخدتوه في المحاضرة، فإحنا بقى هنبدأ نوضح بالتفاصيل. زي ما جينا كده ووضحنا، قلنا هوضح اقول لكم تاني الطرق او الستبس اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه هنحول السبندل لسمبل بين، وبعدين ابدا احسب الرياكشن عند نقاط التثبيت، وبعدين ابدا ارسم الالاستيك كيرف، وبعدين ارسم التانجنت، وبعدين احسب المومنت عند كل نقطه تغير، وبعدين ارسم الاريا مون دايجرام، وبعدين اقسم الاريات لاريا انا عارفاها، واحسب السنترويد اللي هو السنتر اوف جرافيتي، وابدا احسب المومنت، وابدا اطلع الديفليكشن اللي انا عايزاه. طيب تعالوا بقى نشوف الشيت معانا. الشيت مكون من مسالتين، او انا هشرح فيهم مسالتين، ممكن يكون اكتر من كده. طيب دول المسالتين اللي انا هشرحهم، تعالوا كده نشوف مع بعض. السؤال الاول بيقول ايه؟ For the show supporting spindle هات الماكسيمم ديفليكشن فاليو اندر الابلايد لود يوزنج الاريا مومنت ميثود، وجاي مديني المودرز اوف الاستيستي ب 3 في 10 اس 7 بي اس ار. بيقول لك هات لي الماكسيمم ديفليكشن فاليو بطريقه الاريا مومنت للسبندل ده والسبندل ده. طيب دول تو سبندل. بص تعالى نوضح المساله رقم 2، مساله مبسطه اسهل شويه من المساله رقم 1، فاحنا هنوضح 2 وبعدين نوضح 1. فالمساله دي بيقول ايه؟ ادي راسم لي بيم او السبندل محطوط عليه بيرنج، البيرنج ده بيقول لي ان 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 عليه لود، او البيرنج ده اللود بتاعه 500 باوند والبيرنج الثاني 800 باوند، ودي نقاط سبورتنج ومديني المسافات. فانا لو حبيت ارسمها، فانا ادي المساله وعايزه ابدا اتعامل معاها، هتعامل معاها ازاي؟ اول حاجه هعملها هبسط المساله. هبسطها ازاي؟ ادي البيم او السبندل
بتاعي، ادي السبندل، ونبدأ نحط البوردرز. هنبدأ نحط بوردرز كده عشان نبقى فاهمين احنا حدودنا، فين. دي خطوط رفيعة بس حاطينها علشان نعرف احنا حدودنا فين. وبعدين هنبدأ اول حاجة هعملها ان انا هحط الفورسز والرياكشنز. انا عندي هنا فورس اول حاجة هنعملها ان احنا هنبسط الشكل ده لسيمبل بين بسيطة. يبقى انا بسطتها اهو لسيمبل بين بسيطة، بسطتها وبعدين حطيت الفورسز. قال لي هنا ده فيه لود مقصر قيمته 500 باوند وهنا لود قيمته 800. ادي اللود اللي مقصر قيمته 500 وادي لود تاني قيمته 800. طيب في المقابل عندي نقاط التثبيت، هيبقى في رياكشن. يبقى انا اول حاجة هعملها هجيب ار اي واجيب ار بي. هجيب ازاي ار اي؟ هقف هنا واجيب سمشن المومنت عند ايه فطلع قيمه الار بي. اقف هنا واجيب سمشن المومنت عند بي اجيب الار اي. كده طلعت ار اي وطلعت ار بي. طيب دي اول حاجه اعملها. طيب ثم عايز ارسم الالاستيك كيرف او الديفليكشن كيرف. طيب انا عارفه ان هنا في فورس هتعمل لي ديفليكشن، وهنا في فورس اكبر هتعمل لي ديفليكشن اكبر. فانا عايزه ارسمه وعمل ايه؟ هلاقي ان نقطة مثلا، هيبقى عندي نقطة هنا مثلا دي ديفليكشن، هنا هتبقى نقطة ابعد شوية. فلما اجي عايزة ارسم الكيرف هلاقي الكيرف شكله عامل ازاي؟ هلاقي الكيرف شكله حاجة عاملة كده. اهو هتلاقي الكيرف شكله عامل كده. دي الديفليكشن عند النقطه دي، وهنا الديفليكشن عند النقطه دي. الديفليكشن هنا اكتر لان الفورس هنا اكبر. طيب يبقى دي تاني خطوه. رسمت الاول البيم، بعدين رسمت الديفليكشن. تالت خطوه عايزه اعملها، عايزه ارسم المماس. هرسم المماس ازاي؟ هرسم المماس موازي، او مماس من هنا باخدها اقرب للديفليكشن الاكبر. فانا هاجي اخد مماس مثلا ولتكن بطريقه ما، طلع مثلا احنا عايزين نعملها بطريقه بحيث الديفليكشن كان هنا هنا هنا، ونمسح الزيادة دي. طبعا انتوا هتعملوها بالمسطرة وتعملوها تو سكيل، فهتطلع طبعا ادق واوضح. طيب كده احنا رسمنا، وانا عارفة ان الديفليكشن هنا، وانا عارفة ان الديفليكشن هنا اكبر. انا عارفة ان الديفليكشن هنا اكبر من النقطة دي. طيب رسمت المماس. بعد ما رسمت المماس عايزة ارسم المومنت دايجرام. هرسمه ازاي؟ هقول لك ان انا المفروض عندي النقطة دي انا هيبقى عندي مومنت اكبر. برضو هعرفها ازاي؟ هقول لك دلوقتي من الحسابات احسن تعملها. على ان انا هنا عندي مومنت اكبر من هنا، واجي اوضحه، فهاجي الاقي ان انا عندي خط. تيجي ترسمها تلاقيها خط كده
وبعدين خط كده وبعدين خط كده، تلاقي المومنت دايجرام بتاعك شكله عامل كده. جبته ازاي؟ اول ارقام بقى، انا اجيب الارقام ازاي؟ احنا زي ما قلنا اول خطوه اللي انا بجيب ان انا اول حاجه هعملها هجيب الرياكشن. لما اجي عشان اشوف الرياكشن، احنا قلنا ده هنا 500 وده 800، عايز اجيب الرياكشنز. هقول لك سميشن المومنت مره هنا، سميشن المومنت مره هنا، هلاقي الرياكشن عند ايه قيمته 675، الرياكشن عند بي قيمته 615. جيت رسمت الالاستيك كيرف واخدت له المماس اهو، وبعدها عايزه ارسم المومنت دايجرام. رسمته ازاي؟ هبدا اعمل حساباتي. هعمل الحسابات ازاي؟ كالتالي، هنعمل الحسابات كالتالي. اول حاجه هعملها انا هقول لكم ديت الستبس بتاعتها، وهنحل الثانيه بالتفصيل. هنعمل ايه اول حاجه؟ انا اول حاجه جبتها جبت الار اي، وبعدها جبت الار بي، صح كده؟ بعدها هعمل ايه؟ بعدها عايزه اجيب المومنت عند النقطه دي والنقطه دي، هسمي مثلا دي نقطه سي ودي نقطه دي، فانا عايزه اجيب المومنت هنا وعايزه اجيب المومنت هنا. يبقى انا هجيب، هعمل ايه؟ هقف عند النقطه دي، يعني جبت ار اي وجبت ار بي، بعدين عايزه اجيب المومنت هنا، هقف عند النقطه دي واقول لك محصله المومنت. هاخد المومنت يا اما من الناحيه دي يا اما من الناحيه دي، فانا لو عند النقطه دي اسهل لي اخد المومنت من الناحيه دي، يعني ال 675 مضروبه في ال 10 انش. طيب عايزه اجيب المومنت هنا، فانا كده جبت 675 مضروبه في ال 10 انش، طلعت لك قيمه المومنت عند النقطه دي تحت اللي هو هيطلع 6750. طيب عايزه اجيب المومنت عند النقطه دي، هيبقى الفورس دي مضروبه في المسافه دي ال 15، يبقى 625 في ال 15، فلاقيها طلعت لي ايه؟ اهي هنا ال 6750، هنا ال 625 في ال 15 طلعت لي قيمتها، بقى دي اعلى من دي، وابدا اوصل الباقي. كده انا جبت المومنت دايجرام، عرفت انا جبته منين. وبعدين يبقى انا كده جبت المومنت دايجرام وابدا رسمت، ورسمت المماس. طيب رسمت المماس، انا عايزه اجيب ايه كمان؟ بصوا بقى، انا عندي هسمي مسافات، هسمي المسافه دي كلها ايه 3، هسمي المسافه دي كلها ايه 1، هسمي المسافه دي كلها ايه دلتا 2، دلتا 3، دلتا 1، دلتا 2، المسافه دي هسميها دلتا 4، المسافه اللي ما بين المماس وما بين الالاستيك كيرف المسافه دي كلها هسميها دلتا 5. انا محتاجه اعرف ايه؟ انا محتاجه اعرف الواي واحد ليه، اصل الواي واحد هي اللي عندها ماكسيمم ديفليكشن، والواي اتنين لو احتاجها، لو هو في السؤال ما كانش قايل لي هات الماكسيمم كنت هجيب واي واحد واي اتنين، المفروض هو عايز واي واحد بس، بس احنا هنجيب لكم الاتنين عشان تعرفوا بتتجاب ازاي. طيب يبقى انا سميت مسافات. طيب ايه المسافات اللي انا ممكن احسبها بقانون الاريا مومنت؟ مش الاريا مومنت، القانون بتاعه، كنت بقول اريا في السنترويد، وكنت بجيبها منين؟ العلاقه اللي ما بين او المسافه اللي ما بين المماس وما بين الالاستيك كيرف. يعني انا اقدر اجيب اريا في اريا 4، واقدر اجيب اريا 1، واقدر اجيب اريا 3. يبقى انا اللي انا هجيبهم بالقانون هي الاريا 3 والاريا 1 والاريا 4، جبتهم. بعد ما اجيبهم هعمل حساب المثلثات واطلع الاريا 5 دي من حساب المثلثات. جبت الاريا 5 اطرحيها من الاريا 4، من الدلتا 4، جبت الدلتا 5 اطرحها من الدلتا 4، اطلع الواي 1. عايزه اطلع الواي 2 اجيب الدلتا 2 اجيبها من حساب المثلثات. جبت الدلتا 2 من حساب المثلثات اطرحها من الدلتا 1 اطلع الواي 2 اللي انا عايزاه. فهمتوا؟ دي الطريقه اللي انا هستخدمها. نفس الكلام، طيب عايزه اجيب مثلا الدلتا 4، الدلتا 4 دي عند النقطه دي. طيب الدلتا 4 عند النقطه دي، اجيب الدلتا 4 ازاي وانا قايل الستارت بوينت بتاعتي من هنا؟ يبقى انا عايزه الدلتا 4، يبقى انا همشي كده. طيب همشي الناحيه دي، اقف هنا واجيب الدلتا 4. الدلتا 4 عباره عن الاريا في السنترويد، الاريا بتاعتي، الاريا اللي انا عديت عليها من البدايه لحد ما وصلت النقطه دي
هي الاريا دي، يبقى هي نص القاعدة في الارتفاع مضروبة في السنترويد اللي هي المسافة دي. أنا عايزة أدرس عند النقطة دي، فمن السنترويد لحد النقطة اللي أنا عايزة أتناسبها. طيب لو أنا عايزة أجيب، يبقى أنا كده جبت أربعة، عايزة أجيب أريا واحد، أريا واحد أنا عند النقطة دي، وأنا الستارت بتاعي من هنا، عايزة أجيب عايزة أجيب عند النقطة دي. عند النقطة دي أنا معدية على كام أريا؟ على 3 أريا. نسيت أقول لكم إن أنا لما جيت أبص على الأريا قسمتها، قسمتها لأريا واحد وأريا اتنين وأريا تلاتة وأريا أربعة، دي قسمتها لاتنين أريا لمثلث ومستطيل عشان أعرف أتعامل معاها. يبقى أنا لما حاجة أدرس هنا هاخد كام أريا؟ هاخد الأريا دي وأضربها في السنترويد اللي هي المسافة دي، هاخد الأريا دي وأضربها في المسافة دي كلها، هاخد الأريا دي وأضربها في المسافة دي كلها. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف السؤال التاني. ده كان السؤال ده اللي هو سؤال أصلا بسيط. طب تعالوا نشوف السؤال التاني بيقول لي إيه. بوضح لي برضو بيم، وأدي نقاط التثبيت المرة دي اختلفت، وحاطط لي الفورسز مرة دي الويت، المرة دي الناحية دي الويت في الاتجاه ده والويت التاني في الاتجاه ده. ممكن في الشيت اللي هينزله ممكن يبقى الويت كله في الاتجاه اللي نازل، أيا كان احنا حبينا نعكسها عشان أوضح لكم الاتجاهات. طيب تعالوا بقى نبسط المسألة دي، هبدأ أتعامل معاها. قلنا أول حاجة هبسط المسألة وأرسمها بشكل مبسط، فأنا بسطتها، أدي الميت باوند وأدي الخمسين باوند. طب في رياكشن هنا وهنا، نقطة A ونقطة B، فأنا حاجة أجيب لك الرياكشن. أنا مفترضة في الأول إن الرياكشن A ده اتجاهه ورياكشن B برضه ده اتجاهه. طيب وهو مديني الـ E، وأنا هبدأ أحسب الـ I في الأول. الاي وهو مدي، هو مديني ان ده الدايمتر بتاعه 2 انش، فانا هحسب الاي بتاعته عباره على 64 في الدايمتر اس 4، جبت الاي. طيب واجي اجيب اي في اي برضو في الاول، عشان زي ما خدته في المحاضره انا بقسم على اي في اي. طيب وبعدين هعمل ايه؟ ادي جبت الاي، حاجه اجيب لك سمشن المومنت عند الاي عشان اجيب الرياكشن. الرياكشن جبت سمشن المومنت عند الاي وفرضت الاتجاه، جبت سمشن المومنت طلعت لي الار بي بالسالب، يعني اتجاهها معكوس، يعني انا كنت فرضه اتجاهها غلط، يبقى اتجاهها الفعلي الاتجاه التاني. طيب واجي اجيب سمشن المومنت عند البي، اطلع الرياكشن عند الاي واطلع قيمه الرياكشن عند ايه وطلع اتجاهها زي ما فرضت. طيب كده جبت الرياكشن. طيب جيت ارسم الديفليكشن، الديفليكشن دايجرام او الديفليكشن كيرف، رسمته طلع بالشكل ده. رسمته ازاي او عرفت ازاي؟ بص ديت هنا الفورس دي اتجاهها لفوق، فانا لو في ديفليكشن هيبقى لفوق كده، الفورس دي اتجاهها لتحت فلو فيها ديفليكشن هيبقى لتحت، والرياكشن الرياكشن نقطه تثبيت عندها الديفليكشن بتاعها بصفر، وهنا نقطه تثبيت الديفليكشن بتاعها بصفر، فانا كده عرفت ارسمها. عرفت هنا ان في واي 2 عندها اكبر ديفليكشن لان ليها الفورس اكبر، وادي واي 1. هبدا ادي رموز، فانا رمزت الرمز ده بدلتا 2، المسافه دي اللي هي ما بين الكيرف وما بين المماس، رسمت المماس من الناحيه دي علشان لقيت ان هنا عندي الماكسيمم ديفليكشن من الناحيه دي، فانا دي الستارتنج بوينت ودي اللي انا هبدا بيها، فده الاتجاه بتاعي. وادي الدلتا 4 وفرضت دي انها دلتا 1، وادي دلتا 3 وادي دلتا 5. ليه هنا حطيت دلتا 1؟ انا قلت لك من المماس لحد نقطه لحد الكيرف، من المماس للكيرف، ادي من المماس للكيرف، من المماس للكيرف، من المماس انا هنا رسمه دلتا 3 عشان هستخدمها في المثلث، وهنا من المماس للكيرف نفس الكلام رسمه دلتا 2 بس عشان استخدمها في المثلث، حساب المثلثين. عايزه ارسم المومنت دايجرام، فهرسمه ازاي؟ عايزه اجيب عند النقطه النقاط دي والنقطه دي والنقطه دي، عايزه اجيب المومنت عندها بكام، فانا هاجي عند النقطه دي واجي احسب المومنت، هحسب المومنت اهو، هاخد الرياكشن ده واضربه في المسافه، يبقى هاخد ال 70 واضربها في المسافه، ادي المومنت عند نقطه سي، انا افترضت ان دي نقطه سي فقلت ال 70 في ال 10 طلعت لي 700، والمومنت عند نقطه بي، هاجي عند نقطه بي هقول لك ده ال 50 في المسافه في ال 8، يبقى ادي ال 50 في 8 طلعت لك 400، واقسم انا بقى على الاي في اي عشان يبقى اريا مومنت دايجرام، فبقى انا كده ادي ال 700 على الاي في اي وادي 400 على الاي في اي، ودولت هنا بزيرو، فرسمت المومنت دايجرام زي ما انا عايز. هبدا اقسمه المسافه، اقسمه الاريا، فانا قسمته اريا 1 اريا 2 اريا 3 واريا 4، وابدا اجيب نقاط السنترويد. هنا ده مثلث فالسنترويد بتاعي المسافه دي كلها 10، تبقى دي 10 الحته دي 10 على 3، طب ده مستطيل يبقى من المنتصف يبقى 10 على 2، طب ده مثلث يبقى المسافه دي كلها 10 على 4 الحته دي،
طيب من السنترويد برضو المسافة دي كانت كلها 8، يبقى دي 8 على 3 لحد هنا. خد بالك انا بادئه من هنا، يبقى انا لما بادئه من هنا وبمشي الناحية دي، طيب هبدأ اجيب الدلتا هعمل ايه؟ انا عايز اجيب الواي واي الواي 2. هو بالعقل كده الواي 2 اصلا عشان اجيبها محتاجة اعرف ايه. انا عشان اجيب الواي 2 بس انا عشان اجيب الواي 2 محتاجة اعرف ايه. عشان اجيب الواي 2 لو من الشكل ده عشان اعرف انا بجيب انهي، انا هجيب انهي دلتا. عايز اجيب الواي 2، هي عبارة عن ايه الواي 2؟ الواي 2 انا اقدر اجيبها من الدلتا 2. لو انا عندي دلتا 2 ودلتا 4 اقدر اجيب الواي 2. طب ازاي؟ يبقى انا محتاجة اجيب دلتا 2 ومحتاجة اجيب دلتا 4. طب دلتا 4 اجيبها منين؟ اقدر اجيبها من القانون اللي هو الاريا في السنترويد. دي دلتا 4 اقدر اجيبها. طب دلتا 2 اجيبها منين؟ دلتا 2 ما اعرفش اجيبها. دلتا 2 هجيبها من حساب المثلثات. طب عشان اجيبها من حساب المثلثات يبقى محتاجه ان انا اجيب دلتا كمان. يبقى انا اعرف اجيب دلتا ايه؟ اعرف اجيب دلتا 5 من اللي هي الاريا في السنترويد. اعرف اجيب دلتا 5 من الاريات في السنترويد. يعني انا دلتا 5. طب واعرف اجيب ايه كمان؟ اعرف اجيب دلتا 1 برضو الاريات في السنترويد. فانا لو جبت دلتا 1 وانا عارفه المسافه دي وعارفه المسافه الصغيره دي اقدر اجيب دلتا 2 فاجيب الواي 2. وانا جبت الواي 5 ولو لو جبت الواي 5 ومن حساب المثلثات جبت جبت الدلتا 5 ومن حساب المثلثات جبت الدلتا 3 اعرف اجيب الواي 1 لو عايزاها. يبقى انا كده فهمت انا محتاجه اجيب ايه. يبقى انا محتاجه اجيب الدلتا 4 ومحتاجة اجيب الدلتا 1 ومحتاجة اجيب الدلتا 5 من قانون اللي هي الاريا في الاف اكس. وبعد كده من حساب المثلثات هجيب الدلتا 3 واجيب الدلتا 2. فهمنا كده هنمشي ازاي؟ يبقى انا اول حاجة هجيبها هجيب الدلتا 4. الدلتا 4 هنا عند الخط ده. الدلتا 4 اهي. الدلتا 4 زي ما قلنا هي الاريا في السنترويد. الدلتا 4 وانا نقطة الستارت بوينت بتاعتي اهي. الستارت بوينت بتاعتي اهي. وانا عايزه عند الدلتا 4 عايزه ادرس عند النقطه دي. وانا ماشيه كده يبقى انا معديه على كام اريا؟ عديت على اريا واحده. تعالى وريها لي. تعالى وريني. حاجه اعمل ايه؟ ادي الدلتا 4 عباره عن ايه؟ عباره عن الاريا في السنترويد. الاريا بتاعتي هي ايه؟ نص في القاعدة اللي بعشرة في الارتفاع اللي بسبعمية على الإيفا آي. يبقى نص في القاعدة في الارتفاع في السنترويد. أنا بادئة من هنا وعايز أدرس عند النقطة دي. طب عايز أدرس عند النقطة المسافة من السنترويد للنقطة دي اللي هي عشرة على تلاتة. طلعتها، طلعت الدلتا 4. أدي أول نقطة طلعت الدلتا 4. اللي بعد كده أقدر أطلع إيه؟ أقدر أطلع دلتا 1 ودلتا 5 برضه أنا عايزاه. هطلع دلتا 5 الأول. دلتا 5 هنا يعني عند النقطة دي. دلتا 5 يعني أنا عديت على كل الأريا. يبقى أنا هاخد الأريا دي في السنترويد زائد الأريا دي في السنترويد زائد الأريا دي في السنترويد زائد الأريا دي في السنترويد. تعالوا نشوف هنجيبها إزاي. أدي أول أريا في السنترويد أهي، كل أريا في السنترويد. بس خد بالك لو أنا هنا هاخد نص في العشرة في السبعمية على الإي آي في السنترويد. السنترويد بتاعي الحتة دي أو السنترويد بتاعي أهو. بس انا عايز ادرس فين عند النقطه دي. يبقى انا محتاجه اجيب المسافه دي كلها. يبقى المسافه دي كلها عباره عن ايه؟ 10 على 3 زائد 10 زائد 8. يبقى 10 على 3 زائد 18. خدت بالك؟ طيب عايزه الاريا دي هي ال 10 ال 10 القاعده في الارتفاع. الارتفاع بتاعي اللي هو كام؟ الارتفاع بتاعي ده اللي هو ال 400 على الاي في اي. يبقى ال 400 على الاي في اي مضروبه في المسافه. السنترويد بتاعي اهو. المسافه دي كلها كام؟ المسافه دي 10 على ال 2 زائد المسافه دي ب 8 وهكذا. نفس الكلام لو في المثلث تبقى نص في ال 10 في 700 ناقص 400. المثلث اللي هي الارتفاع ده 7 ناقص 700 ناقص 400 300 على اي في اي. في السنترويد، السنترويد من هنا لحد النقطه دي. يبقى المسافه دي اللي هي 2 في 10 على 3 زائد ال 8 اهي. 2 في 10 على 3 زائد ال 8. عايزه المسافه دي نفس الكلام كده. جبت الدلتا 5. طب عايزه اجيب ايه؟ تقعد تحلها بقى واحده واحده لحد ما تطلع. عايزه اجيب كمان الدلتا 1. الدلتا 1 اللي هي فين؟ الدلتا 1 اللي هي هنا اللي هي عند النقطه دي. يعني انا هدرس عند النقطه دي وانا بادئه من هنا. يبقى انا هاخد اريا 1 و2 و3 واخد بردك اخد بالي من السنترويد. انا من هنا لحد هنا، من هنا لحد هنا، من هنا لحد هنا اخدت بالي من السنترويد. جبت الدلتا 1 ادي الدلتا 1 اهي جبتها ازاي؟ 3 اريا.
واخد بالي من السنترويد، طلعت قيمة الدلتا واحد. طيب تعالى بقى خد بحساب المثلثات، انا عندي دلتا واحد وعندي ال ال وعندي الاكس، انا فرض رموز ال واحد واكس واحد، اكس ال واحد واكس اتنين، عايزه اجيب الدلتا اتنين بحساب المثلثات، طلعت قيمه الدلتا اتنين. فين الدلتا اتنين؟ تعالى افكركم بيها اهي، ادي كانت دي كلها الدلتا اتنين. طب انا عندي الدلتا اتنين جبتها والدلتا اربعه عندي، يبقى اقدر اجيب الواي اتنين ولا لا؟ يبقى انا كده جبت الدلتا اتنين، اقدر اجيب، جبت الدلتا اتنين اقدر اجيب الواي اتنين اهي، من الدلتا اتنين ناقص الدلتا اربعه طلعت الواي اتنين. طب عايزه اجيب الواي واحد، ده لو كان طالبها، عايزه اجيب الواي واحد، الواي واحد اجيبها ازاي؟ ادي عندي دي كلها دلتا خمسة انا جايباها، دلتا تلاتة هجيبها بحساب المثلثات اهي، دلتا تلاتة على ال تلاتة كلها بتساوي الدلتا واحد على ال واحد، دلتا واحد وال واحد عندي وال تلاتة عندي، جبت الدلتا، دلتا واحد عندي جبت الدلتا تلاتة، جبت الدلتا تلاتة ادي دلتا تلاتة ودلتا خمسة اطرحهم من بعض طلعت لي الواي واحد اهي، ادي الدلتا تلاتة طلعتها، ادي الواي واحد هتبقى دلتا خمسة ناقص الدلتا تلاتة طلعت الواي واحد، ده لو كان طالبها، لكن هو في السؤال طالب الماكسيمم ديفليكشن فهي اللي يقصد الواي اتنين. انا وضحتها لكم كلها. طيب ده كده المسالتين اللي في الشيت، اللي باقي الشيت كلها زيه، المسائل كلها سيستماتيك نفس الطريقه، اللي اهم حاجه تفهم انت ايه اللي انت محتاج تجيبه، انت محتاج تعرف ايه، محتاج تقسمها صح، الدلتا تقسمها صح، تعرف ايه الدلتا اللي انا هجيبها من القانون اللي هو اريا في السنترويد، وايه الدلتا اللي انا هجيبها من حساب المثلثات. بكتر الحل هتقدر تعرف تحل، وهتلاقي المسائل بقت سهلة وبسيطة جدا معاك. الشيت بسيط جدا والمسائل سهلة والموضوع بسيط، ولو في أي حاجة أنا إحنا معاكم، ولو في أي أسئلة أنا موجودة. شكرا.